بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ، إن شاء الله في هذا اليوم سنواصل دراستنا بالموضوع هيا نتعرف إلى الحروف. هيا نتعرف إلى الحروف. جم kita kenali huruf. Huruf apa؟ حرف ميم. ميم ميم. ولكن سأركز إلى حرف الميم بالحركة القصيرة ثم إلى الحركة الطويلة. Ya adik-adik, hari ini Ustazah akan fokuskan huruf mim dengan sebutan pendek dan kemudian diikuti dengan sebutan panjang. Hayya nabda ma'an. Ma. 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 Sa ma kun. Sama-kun. Sama-kun. Mi. 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 Mi-kos-sun. 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 Mu. 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 Musalla. 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 Summa na'ti ila al-harakah at-tawila. Sebut panjang. Ma. 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 Ma'un. 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 Mi. 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 Za. Nun. Mi. Za. Nun. Mi. Za. Nun. Mu. 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 Lai. Mu. Nun. Lai. Mu. Nun. Lai. Mu. Nun. طيب الآن هيا نلعب الألغاز. جم kita main soalan kuis. Kita jawab kuis. السؤال الأول. ما اختر A أو B. طيب إجابتك صحيحة. سمك. مي اختر A أو B. ممتاز. A مقص. مو. مو. A أو B. طيب مصلى. ثم مي اختر A أو B. طيب صحيح. ميزان. ثم مو. مو. A أو B. طيب ممتاز. ليمون. وأخيرا ما. ما. A أو B. اختر A أو B. طيب ممتاز. B ماء. الحمد لله، نكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن انتباهكم. مع السلامة وإلى اللقاء.